قل هو الحب زجاج يفضح الروح، هذه الروح التي حينما تحلق في فضاءات شوقها وحبها يكون الحديث حديث الروح، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاب العالم الأعلى بكائي. في هذه اللحظات، في هذا المساء الوردي الشرفات، نفتح شرفته، نتطلع إلى هذه السماء بكل ما فيها من نجوم، نتفيأ ظلال حبنا، نتطلع إلى هذا البدر المكتمل، إلى حب سيدنا صلى الله عليه وسلم، لنستشرف نور النبي. نور النبي هذه الفرقة التي ستولد الليلة مع غرة ربيع الأنوار، ربيع المولد. فكل عام وأنتم بخير، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. هذه الفرقة فرقتنا، فرقة الصديقية الشاذلية، فرضي الله عن شيخنا مولانا الإمام الدكتور علي جمعة، هذا هو شيخنا، وهذا هو مربينا، وهذا هو معلمنا، وهذا هو مرقينا. فرقة نور النبي بقيادة المنشد عبد الله بكير، ومع الفنانة الكبيرة التي تربينا على صوتها الجميل الرقيق عايدة الأيوبي. وأخيرا وليس آخرا، يا نسيم الريح قولي للرشا، لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشاء يمشي على خدي مشى، روحه روحي وروحي روحه، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء، بالحب نلتقي وبالحب سيدوم اللقاء.